read how to write. بعض السلايدات اللي موجودة بالمحاضرة ححاول أنه أمر عليها مرور سريع لأنه ما أريد أدخل بالتفاصيل اللي ممكن تربك الطالب. واحدة من فوائد إجراء البحوث هو محاولة الإجابة على الأسئلة المعرفية. المعرفة أساساً تكتسب من خلال السؤال، والسؤال هو حجر الزاوية في المعرفة. وبالتالي عندما نقوم بعمل بحث، بمعنى أننا لدينا سؤال معين ونحاول من خلال طريقة علمية موثوق بها أن نجاوب على هذا السؤال. ليس شرطاً أن تكون الإجابة إيجابية، قد تكون إجابة سلبية، وفي كلا الحالتين نحن نكون قد وصلنا إلى نتيجة. المقولة الشائعة أو المعروفة عن أينشتاين: Knowledge is not about information itself, it's also about a question and the method you acquire the information. هذه يعني نقدر نقول بتعبير مبسط تعلمتها من تجربة أينشتاين من خلال متابعتي للتجربة العلمية. المعرفة هي ليست فقط في المعلومة نفسها، وإنما هو كيفية الوصول إلى المعلومة. تجربة أينشتاين في وضع النظرية النسبية، لم يكن أينشتاين يقصد أن يضع نظرية، وإنما كان يحاول أن يؤلف بين نظريتين فيزياويتين، ومن خلال طريقة تفسير معينة نتج عن تفكير النظرية النسبية. فإذا طريقة التفكير وطريقة التعامل مع الموضوع هي التي تحدد أهمية البحث وقيمة البحث، وتعطي قيمة أيضا لعمل الباحث. لما نتحدث عن السؤال البحثي، أنتم حتقومون بإجراء بحوث وتحاولون من خلال هذه البحوث أن تجاوبون على أسئلة. تعرفون من خلال هذه البحوث من توصلون إلى نتائج، تقولون أنه من خلال هذا البحث إحنا وصلنا إلى نتيجة معينة، وهذه جاوبتنا على السؤال كان هو سبب إجراء البحث. عادة البحوث تجرى في حالتين. الحالة الأولى هي يا أما هنالك نقص في المعلومات اللي تخص هذا الجانب اللي نقوم بإجراء البحث من أجله، أو هنالك اختلاف في وجهات النظر حول معلومة معينة، جانب علاجي معين أو طريقة تشخيصية معينة. بمعنى أنه الأسئلة البحثية ما تخرج عن هذه المنطقتين، منطقة نقص معرفي في جانب معين أو تضارب في المعلومات في جانب معين. كلفتم أسنتوا، أعتقد معظمكم تم تكليفه ببحوث، والكثير من عندكم ما عنده الآلية اللي يتعامل بها مع هذا البحث. أهم شيء تبدأ به قبل ما تبدأ البحث أنه تعطي اهتمام لهذا الموضوع البحثي. لا تنظر له وكأنه واجب مفروض عليك أن تسوي، لأنه حيضيع وقتك بدون الاستفادة من تجربة مهمة جدا وغنية لك في حياتك العملية بالمستقبل. احنا في مهنتنا كأطباء أسنان دائما نواجه بأسئلة من خلال ممارستنا العملية، وهذه الأسئلة قد تكون سببها نقص في معلوماتنا، أو قد يكون سببها تضارب في المعلومات من أكثر من مصدر. إجراء البحث وطريقة التفكير بالبحث أو الطريقة العلمية في محاولة حل هذا الإشكال، ممكن أن تستفاد من هذا البحث اللي أنت الآن تقوم به في التعامل مع هذه المعطيات. يعني بمعنى آخر أنه عقلية الطبيب الناجح
يجب أن تكون عقلية بحثية في المقام الأول من أجل أن يكون ناجح في عمله. حتى وأن تقوم بخطوات عملية بعيدة عن الإجراء البحثي المتعارف عليه بالمعنى الأكاديمي، فأنت بطبيعة مهنتك إذا أردت أن تكون طبيب ناجح أنت باحث في المقام الأول، لكن ممارستك تكرس من خلال الأداء العملي. بالتالي حاول أنه تنطي الموضوع اهتمام وتتبنى السؤال البحثي اللي أنت تقوم به. على سبيل المثال المجموعة الطلاب اللي أنا مشرف على بحوثهم مال التخرج، أحد البحوث هو الصعوبات التي يواجهها الطالب في قلع الأسنان. ربما أول ما أفكر بالطالب بي هو أنا زين شلون أسوي البحث، شلون زين أساني هذا البحث شراح يعني لي، شراح يقدم لي، أني فيها غنى عن هذا الموضوع. هناك الكثير من التفاصيل اللي ممكن تشد الطالب بأكثر من اتجاه وتخليه ينظر على أنه المشروع البحثي هو عبء، هو عبء. لكنه إذا أردت أن توظفه بحيث أنه يتحول من عبء إلى تجربة مفيدة، اتبنى السؤال وحاول أنه فعلا تتعامل وياه وكأنه سؤال شخصي وكأنه معلومة أنت فعلا تريد تبحث عنها. هذا هو اللي ينطي البحث قيمته. أول ما ينطي البحث قيمته هو أنه أنت تتبنى السؤال البحثي، تتبنى المشروع البحثي، تعتبره فد شيء يخصك وتهتم بالتعامل وياه، لأنه هذا هو أول بروجكت أنت حتبدي به. طبعا فيما يتعلق بقراءة البحوث، هنالك آليات بالقراءة الأكاديمية. أنتوا مطلوب من عندكم أنه تسوون بحث بستركتشر معين، وحتى تكتبون البحث أكو مادة موجودة من خلال المصادر أو من خلال المقالات، وهذه المادة يحتاج أن تقرأها بشكل أكاديمي. فكيف أنه أقرأ بشكل أكاديمي؟ أولاً حاول أنه تأخذ المعلومة من مصدرها الأساس. كثير من عندكم يلجأ إلى ما موجود بالكتب المنهجية، والكتب المنهجية هي أساساً تأخذ معلوماتها من مقالات، فيأخذ من الكتاب المنهجي ما يأخذ من المقالة الأصلية، وهذا الشيء غير صحيح. لأنه إذا أنت تريد تبني معلومة علمية موثوق بها لابد أن ترجع للمصدر الأساسي. ممكن واحد يقول زين هو ليش المصدر اللي أنا أخذت من عنده شنو يعني مغاير لما ذكر المصدر الأساسي؟ قد لا يكون مغاير بالمعنى للاختلاف الشديد، لكنه نعم هناك قد يكون فهم معين للمعلومة من المصدر الأساسي، وهذه اللي يعني أسميه بالtrap of information twist. يعني أنت المؤلف الكتاب ربما يختزل المعلومة اللي مذكورة بالمصدر الأساسي أو يحاول أن يطوعها من أجل أن يوصل فكرة معينة، قد لا تكون هي تحايل علمي بقدر ما أنه هي اختزال للفكرة أو إعادة صياغة إلها. ربما هذا ما يخدم القارئ اللي يبحث عن أصل المعلومة من المصدر نفسه. من تريد تقرون؟ احنا من علمونا بالجامعة ما علمونا طريقة القراءة الأكاديمية. طريقة القراءة الأكاديمية تختصر عليك الكثير من الوقت. انتوا حتواجهون عدد من المصادر، عدد من المقالات، وكل مقالة متقل عن 7-8 صفحات. انتوا ما عندكم الوقت انه تقروها كلها. فشون أنا أقرأها بحيث انه احصل على أفضل ما يمكن من المعلومات بأقل وقت؟ أولاً أول شيء بالقراءة الأكاديمية عنوان أقرأ العنوان بتمعن وتأني وأفكر به قبل ما أقرأ المقالة. على سبيل المثال المقال اللي أنا قاعد أقرأها، أحد الطلاب أو أحد المشاريع اللي مكلفين بها الطلاب هي Success Rate of Inferior Alveolar Nerve Anesthesia. قد أطلع على مقالة، المقالة تقول مثلاً Failures in Inferior Alveolar Nerve Block، عنوان المقالة وعنوان البحث بهذا الشيء.
وبعدين ربما يكون مثلا جواها cross sectional study. طبعا هاي انواع الدراسات ممكن تتعلموها فيما بعد، قد ما يكون هذا هو موضوعنا المحدد، ممكن هذه اثناء ما تجرون البحث تتعلمون عليها. المهم انا لما يقول failure of inferior inferior nerve technique، قبل ما ابدي اقرا المقاله افكر بالعنوان التاني. اذا هو الباحث المفروض يتحدث عن فشل اللوكال انستيزيا في هذا التكنيك تحديدا، واتوقع من الباحث اول مره وهو يكتب البحث، اتوقع ان اول مره يعرف شنو التكنيك، ما هو التكنيك اللوكال انستيزيا كانفيريور ليفل بلوك، ربما نبذه تاريخيه عنه، ما هي استخداماته، وما هي الوسائل التي او التكنيكس، ربما هو اكثر من تكنيك لاجراء هذا للحصول على هاي الانستيزيا. بعدين اعرف شنو المقصود بالفيلير، وبعدين يتحدث الباحث على انواع الفيليرز واسبابها. هذه المقدمه اللي افترض انه الباحث حيقودني بها الى البحث، ثم يتدرج بهالطريقة هذه. أنا قبل ما أقرأ المقالة أنا هيئت ذهني إلى ما يمكن أن يكون موجود داخل المقالة. هذه قد تأخذ 5 إلى 10 ثواني، هي مجرد تهيئة ذهنية تسهل لك التعامل مع المادة. يعني لا تدخل إلى المقالة أو إلى الفصل أو إلى جزء من الفصل وأنت ما فكر بالعنوان. فكر بالعنوان، أنت نفسك فترة زمنية بسيطة، حاول تمهد أو تتوقع، قد ما يكون توقع دقيق بس على الأقل أنت هيئ ذهنك من خلال قراءة العنوان والعنوان الفرعي. السكيمينج هي هذه أيضا واحدة من الأساليب اللي يستخدمها القارئ. شباب بدي تسمعون صوتي ولا لا؟ شباب بس اذا تسمعون صوتي اكتبوا لي بالشات. العفو دكتور، العفو دكتور، بس انقطع الصوت من عندك الظاهر، والشير سكرين هم وقف بس خلال اخر 10 ثواني، يعني يمكن هيك شيء. هسه رجع دكتور؟ لا حاليا الشير سكرين ما راجع، بس الصوره دقيقه. شاجب ظهر على الانترنت الظاهر، يعني دكتور صاير بخلل، قطع اخر ثواني. اوكي اي نعم، الان احنا رجعنا لهذا السلايد. واضح؟ نعم دكتور واضح. اول ما يبدي القارئ لا يقرا الماده كلها، وتعودوا حتى مو فقط لاغراض البحوث وانما حتى في قراءتكم، كثير من الطلاب يتهيبون عندما يجد امام فصل او محاضره طويله، او قد يكون هو اساسا استاذ محدد له فصل حتى يقرا. أنت ما يحتاج تقرأ الفصل كله، أنت يحتاج أن تقرأ أول جملة من كل باراجراف، لأنه بالكتاب الأكاديمي أول جملة من كل باراجراف هي جملة دالة على محتوى الباراجراف. على سبيل المثال عندما يبدأ الباراجراف بعبارة inferior alveolar nerve block is a widely used technique، هنا انتهت الجملة، ما يحتاج انه اعرف يعني اقرا بقيه البروجراف حتى اتصور هو ايش راح يتحدث. واضح من خلال البروجراف انه ده ينطفت فكره اوليه عن هذا التكنيك، تعريفه، ربما هيستوري باك جراوند عن جمله اخرى في بدايه باراجراف مثلا
There are several reasons for inferior alveolar nerve block technique. أنا بهاي الحالة أعرف إنه هذا الباراجراف حيتحدث لي قد يعدد لي أسباب الفشل. فأني هذه هي الطريقة الأكاديمية في القراءة وتسمى بالسكيمينج. ولذلك بإمكانك أنت كقارئ أن تقرأ كتب كاملة خلال يعني كتاب كامل خلال يوم أو خلال ساعات. ولكن وأنت تقرأ حاول تعود نفسك أنه وأنت تقرأ الجملة الأولى أن تعطي نفسك مجال في ثواني معدودة أن تتخيل أو تتصور ما موجود في هذا الباراجراف. السكانينج اللي هي الآخر شيء بالقراءة الأكاديمية أنه أنت دا تبحث عن معلومة محددة، أنت ما مهتم بما موجود بالمقال ككل، أنت مهتم بمعلومة أو حيثية معينة. وأنت تقرأ أول جملة من كل باراجراف تجد في بداية كل باراجراف تجد الجملة الأولى في باراجراف معين تتحدث عن، على سبيل المثال البحث اللي يخصك هو بحث عن number of أو number of root canals in upper first premolar. وأنت تقرأ طريقة السكيمينج تعثر على أول جملة في باراجراف يقول إنه number of root canals in the upper first premolar are usually كذا. إذن أعرف إنه هذا الباراجراف هو يتحدث عن الموضوع اللي أنا أبحث عنه، فهنا أنا أقرأ الباراجراف كاملا. فإذن أهم شيء تتعلمه من خلال إجراءك البحث ومن خلال حتى قراءتك للفصول في الكتب أن لا تقرأ كل شيء. عود نفسك أن تقرأ قراءة أكاديمية، هي ببساطة قراءة العنوان وتدبر ما فيه، قراءة أول جملة من كل باراجراف وتدبر وتوقع ما موجود بالباراجراف، ثم إذا كان لديك معلومة محددة تبحث عنها اقرأ هذا الباراجراف بتمعن وبشكل كامل. هذه هي القراءة الأكاديمية، حتوفر عليك وقت، وإذا أنتم تبدون بها من هسه فهذا حيساعدكم بشكل كبير في التعامل مع الكثير من المصاعب في عملية القراءة. أتمنى أن تولون هذا الموضوع اهتمام جدا كبير وتعودون نفسكم في كل ما تقرأون أن تلجون إلى هذا التكنيك. الكثير من الطلبة، عذرا الكهرباء انقطع سيأتي حالا، المهم الكثير من الطلبة يفكر بشيء معين، يقول أنا شلون أعرف أكتب، أو أنا ما جرب أكتب سابقا، ما عندي فكرة على كتابة البحث. هذا الموضوع لا تخلو يعني مشكلة بالنسبة لكم. الأهم شيء بالنسبة لكم هو أنه تعرفون أن الكتابة نتعلمها عن طريق الكتابة. لكل شيء بداية، ولا تتوقع من البداية أنه أنت حتعرف تكتب، ولا تتوقع أنه أنت مطلوب من عندك أنه في أول تجربة تخصك أنه حتعرف تكتب، لكن لابد أن تكتب، لأنها لن تتعلم الكتابة ما لم تكتب. بمعنى آخر أن الكتابة تعلمك الكتابة، القراءة ما تعلمك القراءة، القراءة قد توجهك أثناء الكتابة، قد تساعد طريقة تفكيرك أثناء ما تكتب، لكنهم ما تعلمك الكتابة. شباب تسمعون الصوت لو لا؟ أني أسمع علي الجنابي. إيه بس صوت الدكتور وقف لو لا؟ صوت الدكتور إيه وقف. تمام ثواني. بلي. ظهر مشكلة بالكهرباء يعني. دقيقة ونشوف.
زملائنا وزميلاتنا ومتابعينا عبر الزوم واليوتيوب. حاليا خلل فني دقائق ويرجع لنا الدكتور. لا بأس حبيبي دكتور. تمام موجود الدكتور بس ثواني. آسف ما أعرف انقطع البث من يمي أو من المصدر. دكتور تمام بس شير سكرين واقف دكتور. بسيطة. تمام دكتور. هسه واضح؟ لا دكتور شير سكرين بعده. لحظات. عرفتك دكتور. نعم. واضحة الشير سكرين. واضحة جدا دكتور واضحة. فيما يتعلق بالكتابة مثل ما قلت لكم الكتابة لا يشترط أنه أنت تقرأ ما موجود في المصادر حتى تنقله وثم تعيد صياغته. حاول من البداية وأنتم في هذه المرحلة أن تكتبون أفكاركم الخاصة وأنتم تتناقشون بيناتكم. أنتم مجموعة من الطلبة تتناقشون بيناتكم. نقاشاتكم بحد ذاتها هي موضوع للكتابة. وأنت تتفكر في تفصيل معين بالبحث، إجراء معين بالبحث هو كتابة، بمعنى أنه توظف كل ما أنت تفكر به وكل ما تتناقش به ويا زميلك وكل ما يدور بينك وبين الأستاذ المشرف، هذا كله يسموه تمهيد للكتابة. فأني أسميها بالthinking evolvement، يعني تكتب الأفكار اللي تخطر ببالك، النقاشات اللي يدور بينك وبين زملائك، الأجوبة اللي تحصلها من الأستاذ وأنت قاعد تناقش وياه بموضوع البحث، هذه كلها هي مادة كتابة. لا تخافون إنه تكتبون ولا تقولون إحنا ما نعرف، اكتبوا. ما راح تتعلمون إنه تكتبون إذا مو أنتوا تجربون تكتبون. فمسألة أنا أدعوكم لا تخافون من الأستاذ، لا تخافون من إنه أنتوا ما عندكم خبرة، لا ابدي اكتب. بس خلي ببالك كل اللي تحتاجه إنه تكون أفكارك مرتبة، هنالك تمهيد وإيضاح وتسلسل بالأفكار، موضوع يؤدي إلى موضوع وفكرة تؤدي إلى فكرة إلى أن توصل للنتيجة. وهذه مثل ما قلت لكم تتطور بمرور الوقت من خلال الكتابة وإعادة الكتابة والنقاش وعرض الموضوع إلى زملائك. زملائك يقول لك هذا الفقرة حطها قبل هذه الفقرة، هاي الفقرة أنا أشوفها زايدة، هذه يحتاج أنه تختصرها. هذه كلها أشياء تجي عن طريق الممارسة. فهذه فرصة ممتازة لكم أنه تستفادوا من عندها. إذا تحس أنت ما عندك الخلفية الكتابية، أوكي استفاد من بعض الجمل أو استفاد من الجمل الموجودة بالمصادر، انقلها من المصدر وحطها على الوورد دوكيومنت اللي أنت حتكمل به التقرير، لكن عيد صياغتها بطريقتك وبلغتك وبأسلوبك الخاص. ممكن واحد يقول دكتور إذا أنا عدت صياغتها هذا مو معناها أنه أنا قاعد أتلاعب بالمعنى. لا، إعادة الصياغة لا تعني أنه أنت غيرت المعنى، وإنما أنت المعلومة تتناولها بأسلوبك. لأنه إذا أنت نقلت المعلومة copy paste من المصدر، هذا يعتبر استلال أو سرقة فكرة الباحث. حوضح لكم إياها. أنت من تنقل النص مثل ما هو كاتب الباحث، أنت مو يعني مو استندت إلى فكرته، وإنما أنت سرقت أسلوبه بالتعبير. فلابد أن يكون عندك أنت أسلوبك الخاص، استفاد من الفكرة وشير إلى أنه هاي الفكرة فكرة هذا الباحث، لكن لازم تكون بصياغتك الخاصة. ممكن واحد يسأل يقول شنو فائدة هذا الإجراء؟ فائدة هذا الإجراء أولاً أنه أنت ما أخذت النص مثل ما هو كاتبه، وهذا من حقه. والشيء الثاني وهو الأهم أنه أنت من خلال إعادة الصياغة
حتجعل هاي الفكرة ترسخ في ذهنك. الريفريزنج أو إعادة صياغة الجملة أو إعادة صياغة الباراجراف ما تتصورون إيش قد مهمة وإيش قد أساسية. حيصير بروسيسنج للمعلومة بذهنك وأنت دا تعيد صياغتها فتبقى وترسخ بذهنك، وهو هذا المطلوب، أنه أنت من تسوي البحث تطلع بحصيلة، مو بس تجاوب على السؤال اللي هو مقصود من عنده إجراء البحث، وإنما تطلع بكمية من المعلومات ومن المعرفة نتيجة إعادة الصياغة. دائماً اكتب بأسلوبك الخاص وعبر بأسلوبك الخاص، ولا تخجل أو لا تستحي، أنت مو إنسان خالي من المعرفة، أنت وصلت إلى مرحلة من المعرفة جيدة. هناك اختلاف في المستويات، هذا صحيح، لكن عليك أن تكون عندك ثقة في نفسك في أن تعبر عن أفكارك بشكل حر. جرب هذا الشيء بالبداية وخلي يصير عندك أخطاء. ماكو واحد يكتب من البداية كتابة بيرفكت. دا أتحدث وياكم أنا عندي خبرة تقارب 30 سنة في الكتابة. لابد أن نقع في الأخطاء، لابد أنه ما نبدي به من كتابة ربما بعد أيام أو أشهر عندما نعود إليه حنحس أنه هو مو الشيء اللي إحنا كنا نتمناه ونبدي نحسنه. وهذا هو الشيء المفروض والمطلوب أنه نستفاد من عنده لما نكتب البحث. كل اللي أحاول أنه أركز عليه من خلال هاي المحاضرة هو أنه استفادوا من تجربة الكتابة من كل جوانبها. شلون تعرف، شلون تقرأ بشكل أكاديمي، وشلون تكون عندك ثقة أو تبني بنفسك ثقة الكتابة حتى وإن كان هاي لأول مرة. ربما يعني واحدة من الأشياء اللي يفكر بها ما موجود بالكتب وما موجود بالمصادر، ما لكم علاقة بما موجود، لأن هناك الكثير مما موجود في المقالات والكثير مما موجود في الكتب هو ليس بالمستوى المطلوب. ربما هاي المسألة ما سمعها سابقا. أنا أحيانا أقرأ كتب أكاديمية، ربما بعض هاي الكتب إحنا نستفاد من عندها، عندما أقرأها مرة أو مرتين أجد أنه الكاتب ما كان موفق في ترتيب أفكاره، وأحيانا أجد أنه ربما هذا الشيء ما كان داعي أنه يذكره، أو أن هناك تفصيل أو إسهاب مبالغ به. طبعا هاي تجي عن طريق الخبرة. المهم أنا شلون أكتب؟ إحنا مثل ما قلنا سوي البحث كأنه قصة مقنعة، كأنه أنت تريد تقنع صديقك بمشروع أنت تدري تسويه. فشلون تقنع صديقك؟ أكيد أنه تبدي تمهد للفكرة بشكل معين، تحسس بأهمية الموضوع مالتك وتبسط الهياء حتى توصل له بشكل، يعني مو بس أنه أنت فاهم، حتى هو هم يفهمها، وبشكل تدريجي. هذه هي الطريقة التي تكتب فيها كل البحوث الرصينة في العالم، وفي أو أفضل الكتب التعليمية أو أفضل الكتب العلمية هي التي تكتب بهذه الطريقة. تستهدف الشخص العادي، منقول الشخص العادي بمعنى العادي وإنما غير المتخصص، وكذلك أن تكون تدريجية في التناول مع المعلومة، في التعامل مع المعلومة، أنه step by step guidance، أو أنا ما أسميه بديمقراطية الكتابة. هي مو عملية استعراض عضلات كتابية، هي عبارة عن عملية إيضاح الفكرة وإيصالها بأفضل ما يمكن، لأنه هذا من حق القارئ عليك. وهنالك معلومة أو روي عن أينشتاين أنه قال قدرتك على أن توضح فكرتك بأبسط لغة وبشكل مختصر بحيث تكون مفهومة تعكس أنه أنت فاهم المادة اللي أنت تتحدث عنها. فبالتالي كل ما تكون قادر على إيصال الفكرة بشكل جيد، كل ما هذا يعكس فهمك وإدراكك العميق للموضوع. شلون أنا أبدي أكتب؟ طبعاً إحنا بأي بحث نسويه أدنى introduction. أول فقرة هي الintroduction. شو أسوي بالintroduction؟ شنو الموضوع مادي اللي أنا حسوي البحث عنه؟ زين، وهذا الموضوع شنو التفاصيل اللي ممكن أنه تثير اهتمام بي؟
زين، وعلى ضوء هذا هنالك مشكلة، لأنه برغم إنه الموضوع أو هذا أو هذه الفقرة بالموضوع مهم، فأني أريد إنه أوضح لك إنه رغم هذا الشيء أكو مشكلة، أكو معلومات ناقصة أو أكو تناقض بالآراء. فإذن الهدف من البحث مالتي هو إنه أكمل المعلومة أو إنه أوضح التناقض بالآراء. باللغة الإنجليزية أكو تاكتكس نسميها في كتابة البحوث باللغة الإنجليزية أو كتابة أي مادة باللغة الإنجليزية. اتجنبوا الجمل الطويلة، اتجنبوا الباراغرافس الطويلة، وتعلموا أن الباراغراف اللي هو يكون عبارة عن 4 إلى 5 أسطر، أحيانا إلى 6 أسطر، في يعني ولو هذا الشيء غير مفضل، يكون بوحدة موضوع. يعني شلون؟ باللغة الإنجليزية مو مثل اللغة العربية، اللغة العربية تستحمل الجملة الطويلة، ممكن أنه أنت تقول جملة باللغة العربية 2 أسطر ما تحس بمشكلة. بالنسبة للقارئ الإنجليزي المتخصص أو القارئ اللي يريد يقرأ باللغة الإنجليزية ما يقدر يقرأ جملة إنجليزية أطول من 1.5 سطر. عادة الجملة في كثير من الأحيان 0.5 سطر، أحيانا معينة يكون 1 سطر كامل، وفي حالات قليلة جدا تكون 1.5 سطر. أكثر من هذا يعني معناها الجملة حتكون غير مفهومة وغير واضحة. الباراغراف مثل ما قلت لكم 4 إلى 5 أسطر ويكون بوحدة موضوع. يعني شنو نقصد بوحدة الموضوع؟ يعني أنا أول مرة حتحدث عن خلينا نقول difficulty of dental extraction، وأنا دا أتحدث عن الموضوع أقول إنه dental extraction نستخدم بأنواع من الفورسبس والإليفيترز. الفورسبس اللي نستخدمها هي، إذا أنا هسه الباراغراف من بداية الجملة مالته إنه دا أتحدث عن أنواع الفورسبس، أحدد الباراغراف على أنواع الفورسبس. من أريد أتحدث عن الإليفيترز أحدد لها باراغراف ثاني. من أريد أتحدث على آلية استخدام الفورسبس أبدل باراغراف ثالث. آلية استخدام وهكذا، طبعا مع مراعاة الترتيب. هو هذا القصد بوحدة الموضوع. ويفضل أنه يكون يعني باراغراف يمهد لباراغراف آخر، وهذا هو اللي أنا أسميه بطريقة الكتابة القصة. القصة هي مثل المسلسل من الأحداث الدرامية، حدث يؤدي إلى حدث، كذلك الكتابة باراغراف يؤدي إلى باراغراف. هذا يخلي عملية القراءة يعني تتحول، إيش قد ما أنت تتعب بالكتابة حيتحول هذا إلى أن تكون القراءة ممتعة للقارئ مالتك. هذه براكتس كنت يعني أثناء الكورسات أنطيها كتاسك لطلبة الدراسات العليا على مود يستخدموها. إذن هذا هو الانترودكشن. الانترودكشن أعرف بالمشكلة. المشكلة خلينا نقول البحث هو difficulties in dental extraction. الانترودكشن حيقول dental extraction هو البروسيجر اللي من خلاله أقلع السن من مكانه بالفك بأقل ضرر على اللثة وعلى العظم. هذا البروسيجر ممكن يكون سهل وممكن يكون صعب، وأسباب الصعوبة مالته قد تكون 1، 2، 3، 4. كثير من الكتب أو كثير من المصادر تحدثت عن مصاعب هذه، لكنه قليل من البحوث اللي تحدثت عن المصاعب اللي يواجهها الطالب أثناء القلع. يعني ما موجود بالكتب هو إنه الصعوبات اللي يواجهها البروفيشنال، لكن هو الطالب اللي يواجه هاي الصعوبات. إحنا ما نعرف هاي الصعوبات الطالب وبيش دي يفكر، وين المشكلة اللي دي يواجهها، ليش اعتبر هذا السن صعب. إحنا هسه هذا دخلنا، هذا شانت الانترودكشن. الأيم of the study إنه نحدد صعوبات القلع من خلال وجهة نظر الطالب. طبعاً ما أدخل بموضوع الأيمز والأوبجكتيفز، لأن هذه يعني far beyond the يعني beyond the scope of this lecture.
المهم انه حددت الهدف مال البحث مالتي. الماتيريالز اند ميثود هي ببساطه اني ايش سويت، ببساطه حتى اسوي هذا البحث انا سويت، سويته انه اني سويت مثلا خلينا نقول كويشنير، وهذا الكويشنير يتكون من 6 اسئله، وهاي 6 اسئله تتحدث عن مصاعب القلع، وهاي المصاعب هي من خلال مثلا تفاصيل معينة. أوكي، هذه الأسئلة قدمتها إلى مجموعة من الطلبة، هذول الطلبة هم مثلا طلبة المرحلة الرابعة والخامسة في كليات 1، 2، 3. أني أرسلت الأسئلة أو أعطيت الأسئلة 500 طالب، اللي جاوبوني 200 طالب. كل ما أنا سويته بعدين أنا جمعت الأسئلة وقمت بتحليل البيانات من خلال عملية إحصائية، هنالك الإحصاء التوصفي وهنالك الإحصاء التحليلي، وهي ممكن الأستاذ يساعدكم بها. لكن الفكرة بالماتيريالز أند ميثود هو أنه أنا أفصل وأوضح خطوات العمل مالتي بشكل بحيث أنه ممكن أنه أي أحد يقرأ البحث ممكن يعيد إجراءه، وإذا سواه على نفس السامبل وبنفس الطريقة حيحصل على نفس النتائج. هي هاي فكرة أنه كتابة الماتيريالز أند ميثود. أنتوا حتقولون بينكم وبين نفسكم هذا بحث مال تخرج وأكيد المعلومات اللي بيه مو في شيء مهم. بالعكس، ممكن تكون هذه البحوث مالتكم وقد يكون بعضها بها معلومات مهمة ومفيدة جدا، وممكن بعضها قد يعني يكون صالح لأن ينشر في مجلات عالمية. شنو اللي يخلي البحث إلى قيمة إذا من ناحية إجراءه، غير أنه أنا أكون مؤمن بالبحث ومتبني إلى السؤال البحثي متعامل ويا الموضوع، مو انه دا اسوي من وراء خشمي، وانما فعلا عندي حرص انه اعرف من خلال الشغل، هو دقة الملاحظة. احيانا وانت دا تشتغل تنتبه على تفاصيل ربما هي ما كانت خاطرة على بالك او بال الاستاذ المشرف او على بال زملائك. احنا من دا نسوي هاي الاسئلة اكو اجوبة احنا ما حاسبين حسابها، او اكو فد شيء احنا المفروض كان نسويه ما سويناه، وهذا كلش وارد اثناء اجراء البحوث. البروفيسور جيم الخليلي اللي هو عالم فيزياء نوويه بريطاني عراق الاصل، يقدم برامج البي بي سي في مجال الفيزياء الفلكيه وفيزياء الكم، عنده عباره جميله تقول the major big breakthrough in science aren't always about big idea or beautiful theory. They often simply rely on people who are exceptionally skillful in observing and measuring the natural world. يعني مو شرط انه الافكار الكبيره او النتاجات العلميه اللي تحقق قفزات معرفيه هي تجي من افكار عظيمه، لا، ربما من خلال ناس يتمتعون بقابليه المراقبه الدقيقه. واكبر مثال، وهو اساسا انطاها مثال للعالم الأمريكي أدوين هابل اللي على اسمه سمي التلسكوب هابل، اللي هو من العلماء البارزين في القرن 20 في مجال علوم الفضاء. وهذا العالم ما كان يميزه إنه كان دقيق الملاحظة وكان صبور جدا، هذا اللي يميز هذا العالم. هو ما كان عنده أي فكرة جديدة، لكن كل اللي كان يتمتع به الصبر ودقة الملاحظة، الأمر اللي جعله يكتشف اكتشافات أحدث ثورة في مجال علوم الفلك. دائما نكون حريص بالتوثيق، يعني لا تهمل التوثيق. كل معلومة تخطر ببالك، كل فكرة، يعني أنا أسميها بالفيلد نوتس أو ملاحظات الحقلية أو ملاحظات المخبرية، وانت قاعد تشتغل وانت دا تجمع المعلومات هاي الشغلة، شو لحظة شو صارت هذا الشيء ما متوقع،
لا تهمل اكتبه، لا تهمل اي معلومه تخطر ببالك اثناء اجراء البحث. نصيحتي لكم اذا انتم تريدون تصيرون باحثين جيدين او انه البحث مالكم يكون له قيمه وتتعلمون من عنده شيء كثير، كونوا دقيقين الملاحظة ولا تهملون توثيق أي معلومة تخطر ببالكم. كل هذا يصب في المعرفة البحثية. وبالمناسبة، وهذه المسألة أنا شرتها في محاضرة سابقة في هذا الموضوع، لا تتوهمون أن هذا البحث فائدته تنتهي بانتهاء إجراءه وأخذ الدرجة لغرض النجاح. بالعكس، عملية إجراء البحث وكتابته والمرور بتجربة البحث بحد ذاتها مسألة جدا مهمة والكليات تبني أساسها على البحوث، لأنه هي الطريقة الرصينة للوصول إلى المعرفة، وبنفس الوقت هي الطريقة الصحيحة لبناء عقل معرفي، عقل قادر على أن يتعامل مع المعطيات ويكتشف من عندها ويستفاد من عندها. ما ممكن يكون عندك عقل قادر للتطور وقادر على أن يبدأ وأنت ما تعرف شلون تفكر بطريقة الباحث. بعض الأمثلة اللي أحب أركز بها على ما يسمى بالـ Vertical Experience. هذه عبارة أني وضعتها، أو ما يسمى بالخبرة العمودية. الخبرة العمودية هي مقابل الخبرة الأفقية. شنو هي الخبرة العمودية والخبرة الأفقية؟ أنت طبيب أسنان بعيادتك وأنت تشتغل، تواجه الصعوبة في حالة، خلنا نفترض Class 1 أو Class 2 Complex Restoration أو compound restoration. تخلص، أكو طريقتين للتعامل مع الحالة، أما أنهم تتجاوزها وتحاول تنساها لأنه ضايقت أثناء ما تجري ما ارتاحت لها بس أريد أنساها، وهذا الشيء هذا اللي يفكر بهالطريقة هو مو ما يتطور، ربما بمرور الوقت يتطور، لكن هذا قد يحتاج 5 سنوات حتى يتجاوز، مش وقد ما يتجاوز بس قد يحتاج فترة طويلة حتى يتجاوز هاي المشكلة. بالمقابل اللي يفكر هو ليش وقع بهاي المشكلة، ليش واجه هاي الصعوبة، وين الخطأ اللي صار بالبروسيجر، وين العقبات اللي يواجهها وما قدر يتغلب عليها. وانت تفكر بهالطريقة أثناء الشغل أو بعد الشغل، علم نفسك حتقدر تتجاوز وتتعلم من هاي التجربة، وربما بفترة قد يعني اللي هو حيتعلمها ب5 سنوات يجوز تتعلمها بسنة واحدة. ليش؟ لأنه دائما تفكر وتبحث عن الأسباب وشون تحاول تلقى لها حلول. لا تتعاملون مع الحالات المرضية اللي أنتوا تعالجوها على أنه هي حالة، كل شيء له خصوصيته، حتى ما هو يبدو للوهلة الأولى هو نفس العنوان، مو كل كلاس 1 هي كلاس 1 ولا كل كلاس 2 هي كلاس 2، ربما كلاس 2 أسهل بهواية من كلاس 1. كل حالة لها خصوصيتها، وكل حالة حاول تفكر بيها ضمن هاي الخصوصية، أنطي كل شيء حقه، وحتى وانت تشتغل لأن هذا حيخليك تمتلك ما يسمى أو ما نصطلح عليه بالـ Vertical Experience، اللي تخليك خلال فترة زمنية قصيرة تصبح طبيب أسنان ناجح. الـ Organization مسألة كلش مهمة، دائماً رتب أفكارك، رتب جملك، رتب عباراتك، رتب بياناتك. ومثل ما قلت لكم لا تتجاوزون ولا تهملون أي معلومة. ممكن طبعاً وانت دا تشتغل بطريقة صحيحة وكذا يصير تغيير بمسار البحث، ربما أشياء أنتوا بديتوا بيها على أمل عثور على معلومة معينة، لكن وصلتوا إلى أنه ترى الدكتور ده لاحظ أنه البحث ده يمشي باتجاه معين، وده نشوف أنه النتائج ده نحصلها ده تطينا يعني معطيات إحنا ما كانت خاطرة ببالنا.
لا بس هو هاي واحدة من فوائد البحوث، أحيانا البحث يتغير مساره حسب المعطيات الموجودة، وهذا الشيء كلش مهم. لذلك يعني آخر ما يكتب في أي بحوث في أي بحث هو هدف البحث وعنوانه. صحيح إحنا نبدي بهدف معين ونشتغل على أساسه، لكن لازم يكون عقلنا منفتح اتجاه تغير المعطيات، وبالتالي قد يتغير هدف البحث ويتغير العنوان بناء على المعطيات اللي استجدت. النتائج عبارة عن أشكال بيانية وجداول تلخص ما أنت وصلت له من معطيات خلال البحث. أنت مو بس تنطي نتائج عبارة عن جداول وأشكال بيانية، أن تحاول هاي الجداول أو الأشكال البيانية توضحها بلغة بسيطة، لا تعيد ما موجود بيها بس تبسطها. يعني أكو جدول يقول لك أنه نسبة الفشل باللوكال أنستيزيا مثلا عند طلبة المرحلة الرابعة هلقد، طلبة المرحلة الخامسة هلقد، يعني ويطلع لك فت فيجر معين. ابدي لما توصف الفيجر توصفه بطريقة انه شنو الفكرة العامة اللي انت تاخذها من الفيجر، انه هنالك تصاعد في البيانات، تنازل او نزول بيها او صعود بيها، تذبذب، يعني شوية شوية، وتحاول بعدين تأكد على أهم ما يشير إلى الفيجر. يا ترى هذا أعلى شيء صار عندي في هاي الحالة وأقل شيء صار عندي في هذه الحالة. هذا هو الغرض من كتابة الريزولتس، إنه مو أعيد حكي اللي موجود بالفيجر أو أعيد الحكي اللي موجود بالتيبل، لا، أوضحه وأفصله وأنطي تصوري الخاص عنه. المناقشة يعني هي واحدة من الأشياء اللي قد تكون بعض الشيء صعبة، لكنه للتسهيل أنت طلعت عندك نتائج. هاي النتائج شلون تفسرها وشلون تناقشها؟ أنه طلعت عندك نتيجة تقول أنه مرحلة الرابعة نسبة الفشل عندهم باللوكال أنستيزيا أكثر من المرحلة الخامسة، فتجي تتناقش هذا، تشير له بالريزلتس بدون ما تناقشه. من تجي بالديسكشن تقول انه من المتوقع ان طلاب المرحله الرابعه الفيليرز عندهم تكون اكثر من المرحله الخامسه بسبب انه ما عندهم ذاك البراكتس، وبالتالي الايررز تكون اعلى، وطالب في حين طالب صف خامس يكون عنده نتيجه البراكتس ماستر ذا تكنيك بيتر و avoided the previous mistakes، وبالتالي level of يعني success عند أعلى. ما نكتفي بهذا الحد، نقول هل هذا level of success يعني أو الفرق بين الرابع والخامس واضح؟ لو فرق غير واضح هذا هم ما تناقشه، إنه صحيح أكو فرق طلاب صف خامس أفضل، بس من خلال الأعداد الموجودة ماكو ذاك الفرق. وهذا شنو يعكس؟ يعكس إنه ربما الحالات اللي الطلاب اشتغلوها كانت قليلة. يعني هو الطالب صف رابع مشتغل 3 و4 حالات، طالب صف خامس 6 إلى 7 حالات، مو ذاك الفرق. وبالتالي لأن عدد الحالات والفرق بالحالات قليل، هذا انعكس على أنه الفرق بالنتائج أيضا قليل. ها هي الطريقة اللي تناقش بها النتائج مالك. بعدين ممكن أنه إذا أكو بعض المقالات تتفق وياها أو تشير إلى نفس النتائج تقول هذا يتفق مع اللي قاله فلان الفلاني، وإذا يختلف تقول تحاول تنطفة سبب الاختلاف، تحاول بمعنى قد ما تلقى بس تحاول، وهذا أيضا من وسائل تساعدك بالنقاش. استخدم دائما لغة متحفظة، بمعنى أنه لا تقول نتائجنا أثبتت وأنت مسوي على 40-50 واحد. نتائجنا تقترح، نتائجنا قد تشير إلى، قد تلمح إلى، بما معناه أنه نستخدم لغة متحفظة بالكتابة.
هذه تفاصيل ما أحب أن أدوخكم بها. الكونكلوجن لابد أنه يكون عبارة، قد يكون باراجراف ما يتجاوز سطرين أو ثلاثة أسطر حسب طبيعة البحث طبعاً، لكنه الغرض من عنده هو الجواب على الأيم. الأيم أنا أريد أشوف شنو هي الصعوبات اللي واجهها الطالب بالإكستراكشن. الكونكلوجن الصعوبات اللي واجهها الطالب بالإكستراكشن هي كذا وكذا. إذن الأيم والكونكلوجن لازم واحدهم يكمل الثاني. الريزلتس والدسكشن هي ممهدة، ممهدة فالحلقة تكمل ما بين الأيم وما بين الكونكلوجن. أنا حتى أجاوب على الأيم لازم أشتغل التجربة وأناقش معطياتها، وبالتالي أقدر أجاوب على الأيم من خلال الكونكلوجن اللي حوصل له من خلال الريزلتس والدسكشن. هناك ما يسمى بالأكاديميك فريز بانك اللي هو عبارة عن هذا الرابط. شو هذا الرابط؟ طويل، لكن أنتم بإمكانكم على الجوجل تكتبون أكاديميك فريز بانك أو بنك المعلومات الأكاديمية أو العبارات الأكاديمية. هاي عبارات جاهزة تستفادوا من أدها في كل فقرة أو في كل جزء من أجزاء البحث. بالإنترودكشن أكو عبارات مناسبة، بالماتيريالز and methods، بالدسكشنز، بالريزالتس، كل شيء تساعدكم. هذه إيه هو عبارة عن بنك بعبارات. أنتم من عندكم مشاكل بالكتابة، ما عندكم أسلوب، ما متأكدين أنه أسلوبكم صحيح، هذا بنك تلجأون إليه من أجل أنه تقوون من أساليبكم الكتابية. وأكو موقع خاص بجامعة مانشستر والكثير الاستخدام، وأيضا جامعة نيوكاسل ومواقع لجامعات أخرى. أتمنى أن هذه المحاضرة استطاعت أنه يعني تجيب عن بعض التساؤلات اللي بايكم بكتابة البحث. أعرف بداخلكم كثير من التساؤلات، لكنه الكثير من عدها ناولتها هذه المحاضرة تساعدكم أيضا في التعامل مع الأسئلة البحثية بشكل أفضل. وأشكركم شكر جزيل، وأنا مستعد إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار.